صباحكم الله بالنور والسرور، اهلا وسهلا بكم وبالساده المشاهدين. عبد الله ساره، كما ذكرت عبد الله، يعني وجود هذا القصر في مرحله مبكره من تاسيس المملكه العربيه السعوديه. طبعا الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، يعني من اول ما وحد المملكه حرص على ان يكون له في كل مدينه وكل منطقه مكان تدار فيه شؤون البلد، بالإضافة إلى المكان الرئيسي الذي يقام في قصر الحكم أو قصر المصمك وسط مدينة الرياض. هذا القصر الذي خلفي هو أحد هذه القصور الذي أمر ببنائها كما ذكرت عام 1329 طبعا، ومن ثم استكمل في بعده بسنة ليكون مقر لإدارة الحكم هنا في منطقة وادي الدواسر أو محافظة وادي الدواسر والمناطق التابعة لها. 2500 متر هي المساحة التي يشغلها هذا القصر الذي شيد بالطريقة النجدية المعروفة من اللبن والطين وسعف النخيل وأيضا أغصان أو جذوع الأثل. طبعا يتحدث عن هذا القصر هو طبعا تفضل هو طبعا الباحث في الآثار وفي مكتب السياحة في محافظة وادي الدواسر الأستاذ عايد الحماد، الله يعطيكم العافية. يعني عطنا فكرة موجزة عن هذا القصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصر شيد عام 1329 بأمر من الملك عبد العزيز رحمه الله، أمر وكيله بنظرمان وبمرضي على بناء مقر الحاكم الإداري. طيب يعني هل تم تطوير القصر مؤخرا أو أعطنا تفاصيل بشكل عام؟ يعني القصر على مرحله الأولى بني المقر الإداري والمسجد والضيافة، هذه المرحلة الأولى. والثانية مقر البريد والبرق والشرطة وسكن الأخوية. وش دور مكتب السياحة عندكم هنا في القصر؟ في دوره يعني يستقبل الضيوف، يستقبل الضيوف اللي يجوا من خارج الوادي ومن داخل الوادي. نعم، ويقام فيه بعض المهرجانات. هل يقيم فيه فعاليات؟ اي نعم، يقيم فيه بعض الفعاليات مثل اليوم الوطني. انا لاحظ في شبك هنا، هذا ما ادري وشو تبع ايش. هذه ساحه خارجيه، ساحه تابعه للقصر. اي نعم، ساحه خارجيه كان فيها سقيا. نعم. كم عدد الغرف اللي في القصر والمجالس؟ والله كثيره، تتجاوز 60 غرفه. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافيه عم عيد الحماد، شكرا جزيلا لك. شكرا. عبد الله سارة، يعني هذا القصر طبعا وقبله كنا في أكثر من محافظة فعلا قريب من هذا التصميم وهذا الشكل وهذا الطراز اللي كما ذكرت، يعني أنه الطراز النجدي المعروف. ممكن تلاحظون بعد قريب من قصور مدينة الرياض المصمك أو المربع. جميل، يعطيك ألف عافية. بس نبغى نعرف كيف الأجواء عندك يا خالد. والله الأجواء يعني زي ما تدرون يعني باردة، درجة الحرارة تقريبا 13 درجة مئوية. ففي وادي الدواسر الميزة أيضا أنها يعني عادة ما يكون فيه برد، يعني على ما قال يقولون يشطب العظم، لا البرد هنا شوي لين شوي حبيب. يلا زين، عشان الجولة تقدر تكمل الجولة بسلام. يعطيك ألف عافية خالد الربعي. شكرا جزيلا لك خالد.